دارس بنات المستقبل الثانوية بأخلاق وبعلم نرقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، نرحب بكم مرة أخرى ونسعد بلقائكم مع درس جديد من دروس اللغة العربية للفرع الأدبي العربي التخصص، وهو الجزء الثاني من وحدة عمل المصادر والمشتقات. أخوكم ومحدثكم معكم الأستاذ مصطفى شويش. نكمل على بركة الله. الآن الجزء الذي سنبدأ به أو نكمله، يأتينا السؤال: علل عمل المشتق. وقلنا المشتق، ما المقصود بالمشتق؟ هو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. يقول السؤال: علل عمل اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة عمل فعله، وهذا ما نسميه بشروط عمل المشتقات. طبعا ماذا سيكون الجواب؟ نقول لأنه معرف بأل، أو نقول لأنه مجرد من أل ومنون، وواحدة من هذه الثلاث معتمد على استفهام أو معتمد على نفي أو معتمد على نداء، أو نقول لأنه مجرد من أل ومنون وإعرابه صفة. وماذا نعني بالصفة؟ أن يكون هذا المشتق اللي هو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة يكون نكرة، وما قبله مثله نكرة، أو يكون إعرابه خبر للذين لا يعرفون الخبر. يعني أسهل طريقة أن الجملة تبدأ باسم، إذا بدأت الجملة باسم نقول هذه النقطة، تمام. أو إعرابه حال، الحال نسأل عنه بكيف، تمام. الآن نأخذ يعني مع الأمثلة ستكون الأمور واضحة أكثر. قال لي السؤال: علل عمل اسم الفاعل عمل فعله. مهم جدا أعزائي الطلاب أن تحافظ على الترتيب، يعني أثناء التفكير ابدأ من رقم 1 إلى رقم 7، ما تأخذ من العمود هذا مباشرة أو من النقطة السادسة أو السابعة قبل النقطة الخامسة. ابدأ بالترتيب، أضمن ويعني نسبة الخطأ ستكون إن شاء الله 0%، تمام. الآن: عائد والدك من السفر اليوم يا قصي. الآن كلمة عائد هل هي معرفة بأل؟ ليست معرفة بأل. ننتقل إلى العمود الثاني، ابحث هل يوجد استفهام أو نفي أو نداء؟ أجل، ستجد استفهام، إذا نقول في الإجابة لأنه مجرد من أل ومنون ومعتمد على استفهام. طيب نأتي إلى الجملة الثانية: ما مذموم رجل يساعد الآخرين؟ مذموم، هل هي معرفة بأل؟ لا. استفهام نفي نبدأ، هل يوجد نفي؟ إذا نقول مجرد من أل ومنون ومعتمد على نفي، تمام. هنيئا للممتلئة قلوبهم عشقا وولاء للوطن. هنيئا للممتلئة، لاحظ احذف حرف الجر في التعريف، للممتلئة، إذا هي معرفة بأل. الأجواء الآمنة في الأردن منشطة السياحة، لاحظ منشطة، هل هي فيها أل للتعريف؟ لا. في استفهام نفي نداء؟ لا يوجد. طيب نأتي إلى الصفة اللي هي نكرة ونكرة، يعني هي نفسها ستكون نكرة وما قبلها نكرة، هي نكرة. التي قبلها الأردن هل هي نكرة؟ لا، إذا نتركها. نأتي إلى الخبر، الجملة تبدأ باسم، هل بدأت الجملة باسم؟ نعم. وحتى تتأكد من الخبر المبتدأ نسأل عنه بما له وتكون هي الخبر، يعني ما لها الأجواء الآمنة في الأردن؟ منشطة السياحة، تمام. أممنوح المتفوق جائزة؟ يعني ليست معرفة بأل. في عندنا استفهام أممنوح المتفوق جائزة، إذا نقول مجرد ومنون ومعتمد على استفهام. ما صعب الحصول على المركز الأول؟ لاحظ نفي واضح فيها، ما صعب اللي هي معتمد على نفي. أمثلة أخرى: المرأة مصونة حريتها في الأردن. مصونة، لاحظ ابدأ، هل هي معرفة بأل؟ لا. استفهام نفي نداء؟ لا يوجد. صفة، هل هي نكرة وما قبلها نكرة؟ لا. المرأة معرفة. طيب نأتي إلى الخبر، الجملة تبدأ باسم المرأة، إذا هذه خبر مجرد من أل ومنون ومعتمد على أو إعرابه خبر. لاحظ هذه النقطة مجرد من أل ومنون تذكر مع كل واحدة، وهذه أيضا تذكر مع الصفة والخبر والحال. طيب أحب المرأة عذبا لسانه،
ليست معرفة بأل، ليست استفهام نفي نداء. طيب نأتي إلى الصفة نكرة وما قبلها ليس نكرة، نتركها. هل الجملة بدأت باسم؟ في الخبر هون الجملة تبدأ باسم. طيب الجملة بدأت بفعل اللي هي أحب، هذا فعل. طيب نأتي إلى الحال، إذا ما بقي ولا واحدة أكيد يعني ستكون حال كيف أحب المرء عذبا. تمام. قرأت رواية منظمة، ليست من هذه ولا من هذه، نأتي إلى الصفة، لاحظ نكرة وما قبلها نكرة. لاحظ الطالب إذا يعني وقع في غفلة قليلا يعني يعني يذهب إلى الحال، قرأت رواية، كيف قرأت الرواية منظمة؟ لاحظ يعني احتمال جدا يعني أن الطالب يقع في الخطأ، لذلك نقول حتى ما يقع هذا الخطأ نقول أو ننصح أنه الطالب يعني يفكر بالترتيب تدريجيا من نقطة واحد إلى نقطة سبعة، يعني آمن ذلك من الوقوع في الخطأ. تمام. إذا هذه نعت، يا شهما خلقه، لاحظ النداء واضح فيها، إذا مجرد من ألف ومنون ومعتمد على الندي. جلست تحت شجر عريض ساقها، تلاحظ الصفة نكرة نكرة، طبعا ليست موجودة هون ولا هون، إذا نكرة نكرة. يا صانعا الخير، لاحظ يا صانعا معتمد على نداء. تمام. إذا هذا هو علل عمل المشتق عمل فعله. الآن نأتي إلى سؤال آخر اللي هو علل عمل المصدر، أرجو أن لا تخلط بين هذا السؤال وهذا السؤال. الآن المشتق اللي هو اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، والمصدر هو إيه؟ المصدر الصريح اللي كنا نقول عنه عملية ال. طيب الآن يعمل المصدر عمل فعله إذا أضيف إلى فاعله، ما معنى ذلك؟ يعني هذه الجمل كلها التي الكلمات التي باللون الأحمر هذه كلها مصادر، عملية التقديم، عملية الذكر، عملية الإحراز إلى آخره. الآن هذه المصادر أخذت مفعول به، ماذا يقدم زياد؟ هدية. ماذا تذكرون؟ آباءكم. ماذا يحرز المرء؟ المجد. بعشرتك الكرام من تعاشر أو ماذا تعاشر الكرام، حمدك المرء إلى آخره. ما تحته خط هو المفعول به، واللون الأحمر هو المصدر. السؤال يقول علل عمل المصدر عمل فعله في الجمل السابقة. الجواب هو واحد في كل الجمل، دائما إذا ذكر لك هذا السؤال فالجواب لأنه أضيف إلى فاعله أو لأنه مضاف، يعني إن شئت ذكرت هذه أو تلك. تمام. الآن في عندنا ملاحظة، عندنا ملاحظتان نختم بهما، كلمة ممنوح وكلمة موهوب وكلمة معطى. موهوب ممنوح على وزن إيه؟ مفعول. وموهوب مفعول، ومعطى ميم مضمومة وفتح ما قبل آخر أيضا على وزن مفعول، إذا كلها اسم مفعول. واعتدنا حسب المخطط الذي يعني اعتمدنا عليه في حل استخرج من النص وحل صواب الخطأ إذا تذكرون ذلك، إنه اسم المفعول يأتي بعده، يعني أرجو أن ترجعوا للجزء الأول من الشرح، اسم المفعول يأتي بعده ماذا؟ نائب فاعل. طيب ما الشيء الجديد في الموضوع أو في هذه الكلمات؟ إنه هذه الكلمات تأخذ نائب فاعل وتأخذ أيضا مفعول به، هذا هو الشيء الجديد. نائب فاعل هذه حسب المخطط وحسب ما اعتدنا، ولكن الشيء الجديد إنه أصبح اسم المفعول يأخذ مفعول به منصوب، وهذا لا يكون إلا في هذه الكلمات. نأخذ أمثلة، أموهوبة خديجة جائزة لتفوقها، موهوبة اسم مفعول، وخديجة إعرابها نائب فاعل، ونائب الفاعل مثل الفاعل، مين اللي وهب؟ خديجة. وجائزة فكر بالمعنى ستجد أنها مفعول به، لأنه خديجة وهبت هذه الجائزة. ماذا وهبت خديجة؟ اسأل دائما المفعول به ماذا؟ ماذا وهبت الخديجة؟ الجائزة. ومين اللي وهب؟ خديجة. تمام. خديجة موهوبة جائزة. الآن الملاحظة التي أريد أن أشير إليها أنه نائب الفاعل قد يأتي ضمير مستتر، ولكن المفعول به في هذه الكلمات يجب أن يكون موجودا. كيف ذلك؟ خديجة موهوبة، لاحظ كلمة موهوبة هي اسم مفعول اللي هي هاي. تمام. الآن جائزة ما إعرابها؟ هل هي نائب فاعل ولا مفعول به؟ فكر بالمعنى ستجد أنها مفعول به، لأنه تسأل بماذا؟ ماذا وهبت خديجة؟ جائزة. طيب السؤال وين نائب الفاعل؟ نائب الفاعل أجى ضمير مستتر، ذكرت لكم قبل قليل أنه نائب الفاعل في هذه الكلمات قد يأتي ضمير مستتر، ولكن المفعول به يجب أن يكون موجود في الجملة.
يصبح تقدير الجملة خديجة موهوبة هي جائزة. طيب بجوز تحكي يا أستاذ ليه ما نعرف خديجة نائب فاعل ونريح وسنا؟ لا، خديجة أو نائب الفاعل لا يجوز أن يكون قبل الفعل أو قبل الاسم المفعول، تمام؟ لازم يكون بعد، تمام. ونفس الشيء في هذا المثال، الإنسان الموهوب موهوب اسم مفعول، ونعمة مفعول به منصوب، وأين نائب الفاعل؟ الإنسان الموهوب هو نعمة، موهوب هو ضمير مستتر. الملاحظة الأخيرة، كلمة منح وكلمة اتخاذ وكلمة إعطاء، هذه كلها عملية المنح وعملية الاتخاذ وعملية الإعطاء كلها مصادر صريحة، واعتدنا أيضا حسب المخطط أن المصدر الصريح يأخذ بعده ماذا؟ يأخذ بعده مفعول به، ولكن الجديد في هذه الكلمات أنها ستأخذ مفعول به أول ومفعول به ثان. هذا المفعول به كان موجود، ولكن ستأخذ أيضا مفعولا به ثان. مثال: اتخاذ الشباب الحوار نهجا يعد سلوكا حضاريا. أين المصدر؟ اتخاذ. لاحظ كلمة اتخاذ يجب أن تأخذ مفعولين. أين المفعول به الأول؟ لا تقل الشباب، لأن الشباب هو فاعل بالمعنى، هنا إعراب مضاف إليه. ماذا يتخذ الشباب؟ الحوار. الحوار هي المفعول به مفعول به أول، ونهجا هي المفعول به ثاني. طيب مثال آخر: منح المعلم الطالب جائزة يحفزه على التفوق. عملية المنح مصدر، هذه الكلمات فقط احفظها، تمام. والمعلم هي فاعل بالمعنى، بالمعنى نقول بالمعنى، ولكن إعرابها مضاف إليه، تمام. والطالب هي المفعول به الأول، وجائزة هي المفعول به الثاني. إلى هنا أعزائي الطلاب نكون قد أنهينا معكم الجزء الثاني من وحدة عمل المصادر والمشتقات، إلى أن نلقاكم مرة أخرى، تحية منا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.